فصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم على نقاط الفرز الصحي لجميع مداخل مدينة عرعر الرئيسية، وشدد سموه على ضرورة إجراء الفحص على جميع من يعبر من خلال المداخل الرئيسية دون استثناء لأحد، بما في ذلك سموه الذي أجري له الفحص عبر قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لحظة تفقده مدخل مدينة عرعر. في البداية بأن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اهتمامها اللامحدود والاهتمام الكبير والعظيم والذي يدرس في كيفية التعامل مع المواطن وكيفية التعامل مع المقيم والإنسان بشكل أجمع، نيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية، أحب أن أشكر رجال الصحة ورجال الأمن على ما يقومون فيه من أعمال جليلة تسجل في تاريخهم المضي بإذن الله تعالى وتاريخ كل أبناء هذا الوطن من عمل وتكاتف وتلاحم، وكل يعمل حتى اللي قاعد في بيته وجاسم في بيته ترى هذا بطل. كلمة أخيرة لكل أبناء وأهالي منطقة الحدود الشمالية، البقاء بالمنزل هو السلاح الأمثل، ولكن بالتقيد بالتعليمات والتقيد بالتوجيهات هذه إن شاء الله بيكون لها حد كبير من تفشي هذه الجائحة. إلزم مكانك، بيتك، أمانك.